والله لقيت طلبه زي العسل كده على راسهم كريم اللي هو المخرج، هو ممثل مخرج. لقيته بيكلمني في التليفون وبيكلمني عن المهرجان، بيقول احنا عايزين نشارك في فيلم، عاملين حاجه جديده كده. فعايز اقول لك عجبتني الفكره. طيب يا دكتور، عجبني جدا الفكره، لقيت دماغه حلوه قوي، لقيتهم عاملين سيناريو لطيف قوي، جيل بيسلم جيل، فبصراحه رحبت قوي فشاركتهم. قضيت معاهم يوم ملوش حل، من امتع ايام حياتي بجد، واتفاجئت قوي هنا انه طالع جامد جدا جدا يعني، الحمد لله. بصي، هو عشان المسرح اختفى شويه، بس ان شاء الله بقى ان شاء الله فتوح احمد بقى يشد حيله معانا، واحنا كلنا مستعدين ان احنا ننزل مصر نبتديها بفتح الدوله حتى، ونبتدي نجيب الناس احنا بقى يعني، نجيب الناس زي ما بيقولوا بالبلد يعني. والله انا بخلص مسلسل كش ملك بطوله مجدي واخراج استاذ حسام عبد الرحمن، ودور جديد عليا خالص، هتتفاجئوا بيه ان شاء الله. وهشوش اقول ايه لهشوش يعني؟ عيد ميلاد وشوشه، والله كل سنه وانتي طيبه يا وشوشه. ونقول 2014 يلا بقى امشي بقى، كفايه علينا لحد كده، وان شاء الله 2015 وشوشه كده تتملي باخبار كل الفنانين، ويعملوا افلام كتير ومسلسلات كتير، واخبار البلد تبقى حلوه قوي 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 ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين.